سوف نتحدث عن كيفية إجراء فحص قاع العين أو ما يسمى Direct Ophthalmoscopy. ابدأ بتعقيم الأيدي ثم تعريف نفسك والتأكد من هوية المريض ومن ثم شرح خطوات الفحص وأخذ موافقة المريض على إجرائه. قبل إجراء الفحص قم بالنظر جيدا إلى العين لملاحظة أي عدم تماثل أو تغييرات كإحمرار تورم وجود إفرازات كحوظ العينين أو حول أو أي تغييرات بالجفن. الخطوة التالية هي إجراء فحص الانعكاس الشبكي أو ما يسمى فاندر ريفلكس أو يستخدم لتحديد درجة عتامة أو شفافية الوسط. باستخدام أركلايت قم بالضغط 3 مرات على زر الوصول إلى أقصى ضوء ساطع ثم حرك مؤشر العدسات إلى أعلى مدى حيث لا توجد أي قوة للعدسات. بعد إعداد الجهاز قم بإظلام الغرفة وعلى مسافة ذراع من المريض انظر من خلال فتحة النظر بالجهاز إلى العينين في نفس الوقت. اطلب من المريض أن ينظر إلى الضوء القادم من الجهاز. من المفترض أن ينعكس الضوء من قاع العين باتجاه الحدقة بنفس درجة السطوع واللون في العينين. أي اختلاف بينهما ينم عن وجود مشكلة بالعين مثل خدوش أو قروح بالقرنية، مياه بيضاء، وجود دم بالجسم الزجاجي أو ورم بالشبكية. اطلب من المريض النظر إلى هدف بعيد لفحص الجزء الخلفي من العين. استخدم يدك اليمنى وعينك اليمنى لفحص عين المريض اليمنى والعكس بالعكس. قف بجانب المريض ثم تراجع برأسك إلى الخلف. قم بتحديد الانعكاس الشبكي فاندر ريفلكس واتبع ذلك بالتحرك في مسار من 10 إلى 15 درجة إلى الناحية الأفقية. عندما تكون قريبة من العين سوف يظهر القرص البصري لعينيك. تحرك إلى الأمام قليلا كي تحصل على رؤية أوسع وأكثر دقة. قم بالتعليق على وضوح حواف القرص البصري وألوانه ونسبة رأس العصب البصري إلى القرص البصري كابت ديسك ريشيو وكذلك صحة ولون محاور الخلايا العصبية المتجمعة بمنطقة القرص البصري. لاحظ أي علامات أخرى على مسار الأوعية الدموية الأربعة المتفرعة من منطقة القرص البصري. اطلب من المريض النظر مباشرة إلى الضوء. سوف يؤدي هذا إلى وقوع منطقة مركز الإبصار في مجال الفحص. في العين ذات الحدقة الموسعة سوف يظهر مركز البقعة الشبكية كمنطقة داكنة ذات انعكاس نقطي دقيق. إعادة نفس الفحص للعين الأخرى. بعد انتهاء الفحص قم بشكر المريض ثم اشرح له ما ترتب عنه الفحص وأعد تعقيم يديك. يمكنك تصفح الموقع الإلكتروني لجامعة سان أندروس للمزيد من الفيديوهات عن مشروع أركلايت وفحص قاع العين.